عزيزي الطالب في الوحدة الأولى بعنوان حول دائرة مستديرة مادة اللغة والأدب السنة الثالثة. سنتناول خلال هذه الوحدة فناً من الفنون الأدبية وهو فن المناظرة، إذ إننا سنغطي كتيب اللغة والأدب بما يحويه هذا الكتيب من نصوص حول فن المناظرة وأسس كتابة هذا الفن والموضوعات التي قد تطرح لكتابة هذا الفن كالحوار بين الجهل والعلم أو بين العالم والشاعر، كما أننا سندرس العديد من نصوص كتاب اللغة العربية ومنها رواد الفضاء وأردن أرض العزم، كما سنتناول مجموعة من القضايا اللغوية كالجملة الفعلية، الفعل الماضي، والفعل المضارع، وسنطبق كل ما تعلمناه في الكتابة التعبيرية. بناءً على ذلك تقوم الوحدة على عدة مفاهيم ومصطلحات. من هذه المفاهيم ما يسمى بالمفهوم الرئيس، ذلك المفهوم الذي تندرج تحته كل سياقات تلك الوحدة، ألا وهو المنظور. أما بالنسبة للمفاهيم ذات الصلة وهي المرتبطة بالمفهوم الرئيسي الأساسي في الوحدة، منه وجهة النظر والأسلوب، أي كيف يعبر كل شخص عن وجهة النظر الخاصة به؟ كيف يكون هناك لكل شخص في فن المناظرة وجهة نظر يجب أن تحترم؟ وكل ذلك يقاس بناءً على السياق العالمي المرتبط في العالم والواقع المحيط بنا، وهو التعبير الشخصي والثقافي. كل فرد في فن المناظرة يستطيع أن يعبر شخصياً عن نفسه، ويستطيع كذلك أن يعبر عن وجهة نظره أو الثقافة الخاصة به. وكل تلك المفاهيم تقود إلى الجملة التي تنطلق منها الوحدة وتندرج تحتها وتقيم تحتها جملة البحث والاستقصاء، ألا وهي أن المناظرة فن ذو أسلوب خاص يكشف عن وجهات النظر الشخصية والثقافية المختلفة. بداية التحليل عليك أن تكون عزيزي قادر على تحليل النص الأدبي وتحديد اختيارات المبدع والتعليق عليها. أما فيما يتعلق بالتنظيم، فالتنظيم يتمحور حول التركيبات التنظيمية الخاصة في العمل أو الكتابة الخاصة بك، كأدوات الربط وحسن الانتقال وتنظيم الأفكار وغير ذلك. إنتاج النص، أن تكون قادراً على إنتاج نص فعال باستخدام أدوات لغوية وأدبية ومرئية تعرض إدراكك للفكرة المطروحة. أما بالنسبة لاستخدام اللغة، ذلك يشمل استخدام المفردات والتراكيب والجمل والكتابة والتحدث والقواعد أثناء الكتابة. وستطبق خلال الوحدة الأولى مهارات التعلم، أي أساليب التعلم ATL، كالتفكير الناقد. التفكير الناقد القائم على التفكير خارج الصندوق، أي أن تفكر بطريقة مبتكرة. خلال التحليل مثلاً، عليك أن تقوم بتحليل القضايا والأفكار كجمع وتنظيم المعلومات وربطها ببعضها البعض بطريقة ناقدة. أما بالنسبة لمهارة التنظيم، فمهارة التنظيم قائمة على إدارة الوقت والمهام بفعالية، أي تنظيم الوقت، اختيار واستخدام التكنولوجيا بفعالية وبشكل مثمر. أما بالنسبة لمهارات التواصل، فعليك أن تكون قادراً على تطبيق مهارات التواصل الفعال في القراءة والكتابة واستخدام اللغة والتأمل والتعبير عن الأفكار والمعتقدات الخاصة بك. هكذا عزيزي الطالب، سوف تطبق كل مهارات التعلم خلال الوحدة. بالنسبة للمشروع الخاص بك خلال الوحدة الذي يربط الوحدة مع الواقع، سيكون عبارة عن ترتيب لمناظرة شفهية مع أحد الزملاء تتحدث فيها عن أحد الموضوعات المطروحة، وعليك أن تراعي أسس وشروط المناظرة التي درست بناء على جملة البحث والاستقصاء وبناء على المفاهيم المرتبطة بالوحدة. لذا عليك أن تكون متواصلاً
وأن تربط بالواقع المحيط بك من خلال الدفاع عن وجهة النظر الخاصة بك، بإدلاء الحجج والبراهين واحترام الرأي الآخر. وهكذا عزيزي سوف تستطيع أن تطبق كل أساليب التعلم خلال الوحدة أو خلال العرض الخاص بك. في محور الربط مع رسالة ورؤية المدرسة، أنت يا عزيزي الطالب خلال هذه الوحدة سوف تكتسب السمات القيادية، لأنك فعلياً ستقوم بعرض مناظرة شفهية من خلال استراتيجيات التدريس الخاصة في الوحدة، كأن تكون قائداً في العمل الجماعي وتوزع الأدوار بين أفراد المجموعة، وأن تتحدث نيابة عن المجموعة الخاصة بك. هذا يعزز الثقة بالنفس ويؤهل الطالب لقيادة المستقبل، علاوة على ما يطبعه مشروع الوحدة من سمات القيادة في نفس الطالب. أما بالنسبة للأنشطة اللامنهجية، فتطبيق مشروع الوحدة يعد نشاطاً لامنهجياً يدعم المجتمع ويرتبط بقيم الوحدة. بإمكانك عزيزي خلال هذه الوحدة الرجوع لعدة مصادر فيها، كمثلا كاهوت أو يوتيوب أو موضوع .com. وفي نهاية الوحدة عزيزي الطالب عليك الإجابة عن هذه الأسئلة. بداية، ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي؟ أو مثلاً، ما هي المهارات التي تحتاج إلى المزيد من الممارسة؟ أو حتى، ما نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ أو ما الذي كان مثيراً للدهشة فيما درسته؟ أو ما الذي سنفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ حاول الإجابة عن هذه الأسئلة. طاب نهاركم بكل خير.